وفيها يا باشا؟ أنا من ساعة ما قعدت وسيادتك عمال تبص لي ما كلمتنيش ولا كلمة. استعجل على رزقك قوي يا سيكا. سيكا؟ بدلعك يا جدع. إيه ما دلعكش؟ كده يبقى المزاج عالي. طالما سعادتك بتدلعني يبقى خير. لا وأنت لسه شفت دلع؟ ده كمان لما الدلع يبقى مزدوج من أنا وماهر بيه. لا ما هو سعادتك كده ما يبقاش دلع. كده تبقى حفلة. وفيها يا باشا؟ فيني زعلان منك يا سيكا؟ ليه يا عيون سيكا؟ بقى يا جدع يبقى عليك حكم وتهرب منه. حكم يا باشا؟ حكم نفقة ب 17,000 جنيه بتاع طليقتك ابتسام محروس. يا بنت الجزمة يا ابتسام. عاوز تلعب ببنات الناس يا سيكا؟ تتجوز تكتب لهم مؤخر وما تدفعش وتخلع؟ ساعة شيطان يا باشا. تعرف اني ممكن احبسك دلوقتي يا سيد؟ عشان ابتسام؟ لا عشان القانون ما فيهوش خيار وفقوس يا سيكا. انما في ابتسام. مش حقها برضه لازم تاخده ولا ايه؟ حقها يا باشا، طبعا حقها. وناوي تعمل ايه يا سيكا؟ هتدفع ولا؟ اللي سعادتك هتقولي عليه، اللي هتقولي عليه هنفذه دلوقتي. قلت لك يا ماهر بيه؟ واد سيكا ده واد جدع ويفهمها وهي طايره. يا بنت الجزمه ابتسام. امورنا يا باشا. الو انا مش سألك يا واطي يا ابن الجزمه عليك احكام، قلت لي لا؟ اه سألتني. ولما سألتك ما قلتليش ان في حكم نفقه ليا يا واطي. ما انا مش هدفع يا سيد. هو بمزاج امك هتدفع انا هتدفع. ورحمة أم وأمك ولا دافع ولا مليم. ابتسام كلمتك؟ بقول لك إيه، يالا بكرة هبعت لك 17,000 جنيه تروح تدفعهم في المحكمة، وعلى الله يا سيد أعرف إنك ما دفعتهمش. بشوقك يا سيد، بقول لك إيه ما تقفلهم 20 أحسن صاحبك بعد. اقفل يا واطي يا ابن الجزمة أنت وابتسام. وبقاله قد إيه هناك؟ أنا سبته هناك يا باشا، وقلت أجي أبلغ سعادتك عشان تعمل ترتيبك. طيب، بعد كده ما تجيش هنا بنفسك. ولو جه الاسم تاني بلغني بالتليفون فورا. أوامرك يا باشا. يعيش لنا كرم سعادتك يا سليمان بيه. بالإذن يا باشا. بدور عليا يا باشا بس عشان اوفر المجهود. بدور عليك في الدرج. سالم بيه عايزك دلوقتي حالا. اوامر. سيد يا باشا زي ما امر سعادتك. مساء الخير يا باشا. اهلا يا سيد. انت فين يا اخي؟ بقالنا ساعتين بندور عليك وانت مش باين. هكون فين يا باشا؟ انا تحت الامر. الظاهر انه مكسوف يقول لسعادتك انه كان في القسم من ساعتين مع الضابط اشرف، وعلى فكره يا باشا دي مش اول مره. وفيها ايه يا اخي؟ جايز قرايب مثلا؟ حسب معلوماتي مفيش اي صله قرابه. يمكن في حاجه اتسرقت منه وراح يبلغ عنها مثلا. بس سليمان بيقول انها مش اول مره. لا يا باشا اتسرق ازاي يعني؟ دي حتى تبقى وحشه في حقي. معقوله يا باشا باب النجار يبقى مخلع؟ طب وبعدين؟ هتسيبنا حيرانين كده؟ شوقتني يا اخي. بصراحة يا باشا أنا رحت القسم عشان ألعب. إيه؟ بتلعب؟ بتلعب إيه بقى؟ هكون ألعب إيه يا باشا؟ عسكر وحرامية طبعًا. إيه يا سيد؟ ما ترد على الباشا عدل. طب والله العظيم برد عدل. أشرف بيه بيحاول يجندني وأنا بحاول أفلت منه من غير ما يمسك عليا حاجة. وفلت يا سيد؟ باشا أنا أساسًا ما ينفعش ألعب مع الحكومة لأن أنا بإيديا دول مسلم باسم بيه جواز السفر للمزيف اللي مسكوه بيه في المطار. بعدين يا باشا انا لا غشيم ولا تلميذ عشان العب مع الحكومه. ما انا عارف ان ملهاش عزيز. ده اول هام. وتاني هام حق العيش والملح عند ولاد البلد اللي زيي بيبقى على رقبتهم. وانا عمري ما خنت عيش وملح كلته مع حد. انا عارف طبعا ان كلامي مش هيبقى على هوا سليمان بيه. اللي بيشك فيا من اول يوم رجليا دبت فيه في المكان. بس اعمل ايه يا باشا؟ لازم استحمل. أكل عيشي بقى. وهو برضو أكل عيشه إنه يشك في كل اللي حواليك. تأمرني بحاجة تانية يا باشا ولا أروح أكمل لعب؟ لا روح ألعب يا سيد. عن إذنك يا باشا. جاي معايا تلعب ولا قاعد؟ جاي. الضابط برضو